حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصل اللهم وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ما زلنا نتكلم عن حب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الخطبة السابقة تحدثنا عن مكانة حبه صلى الله عليه وسلم، وبالتبعية طبعا حب آل بيته وأصحابه وكل ما يتصل به، أنه من لوازم الإيمان وليس نفلا وليس حتى يعد كالفرائض، إنما هو من لوازم الإيمان، أي أنه في أصل اعتقاد الإنسان، ولا يتم للإنسان إيمانه ولا يعد مؤمنا على الحقيقة إلا إذا كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وعلى الإنسان دائما أن يفتش عن ذلك، بل أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. واستشهدنا بعمر عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لأحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين غير نفسي. قال: لا يا عمر. فلما راجع نفسه ووجد أن النبي أحب إليه من نفسه، قال: لإنك أحب إلي من نفسي يا رسول الله. قال: الآن يا عمر، الآن يكتمل الإيمان. فلا يكتمل الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إلى الإنسان من نفسه التي بين جنبيه، ومن ولده ووالده والناس أجمعين. إذن هذا أمر يجب أن نتحقق منه أولا. ثم تكلمنا عن مدى حب أصحاب النبي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يقدمونه على أنفسهم وعلى أبنائهم وعلى آبائهم وعلى أموالهم وعلى كل شيء كانوا يقدمونه صلى الله عليه وسلم. وكان من علامات النفاق، من علامات النفاق التي كان يعرف بها أصحاب النبي المنافقين مدى حبهم للنبي وتقديمه على أنفسهم، كانت من علامات النفاق أنهم لا يقدمونه ولا يحبونه ولا يوقرونه كما كان يجب أن يأمرهم به الإيمان. هذه الخطبة أردت أن أتكلم عن لماذا أحبوه كل هذا الحب،
لأن معرفة هذه الأسباب في غاية الأهمية في أن نحبه عن علم، هذه أولا، والحب عن علم أرسخ وأقوى ونوعي، يعني حب نوعي ليس حب هلامي، حب لا يعرف الإنسان لماذا يحب هذا الشخص. ثم لنتأسى به، لنطلب بما بصفاته وخلاله حب الناس وبخاصة حب الصالحين. ودعوا عنكم القول الذي يقول يعني ايه، طالما يعني نسبوها الى رابعة العدوية وهي لم تقولها، انما هو من شعر ابي فراس الحمداني بعد ما حدثت خصومة بينه وبين سيف الدولة، فقال: يا ليت ما بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، اذا صح الود منك فالكل هين، وكل ما فوق التراب تراب. هذا قالها ابو الفراس الحمداني لسيف الدولة ليستعطفوا بعد أن وشي بينهما، إنما أخذوها على أنها من أقوال رابعة في ونسبوها إلى الله، يعني يا رب إذا كان يعني بتحبني وبين وبينك عامر مش مشكلة العالمين، يبقى بين وبينهم خراب. ويعني هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن من علامات حب الله لك أن يضع محبتك في قلوب الناس. من علامات حب الله لك أن يضع محبتك في قلوب الناس وبخاصة الصالحين منهم، وبخاصة أما الناس إذا ذكرت أمامهم استغفروا الله واستعاذوا بالله من الشيطان الرجيم، تقوليش بقى أن بينك وبين الله حمار، هذه مشكلة. لا، من علامات عندنا الحديث القدسي واضح: إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إنه أحب عبدي فلان فأحبه فيحبه، ثم يأمره فينادي في أهل السماوات أن الله يحب فلان فأحبوه فيحبونه، ثم يوضع له المحبة فين؟ في الأرض. ومن الناس من أحبهم أعداؤهم، أعداؤهم أحبوهم وشهدوا لهم بالخير، لم يستطيعوا أن يقولوا فيهم غير الخير، أعداؤهم. أما إذا اجتمعت كلمة الناس بالسوء في إنسان، كما مرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى أصحابه عليها خيرا فقال: وجبت. فلما مرت أخرى وقالوا فيها غير الخير قال: وجبت. قال: وما وجبت في الإثنتين؟ قال: من شهدتم له بالخير وجبت له الجنة، ومن شهدتم له بالسوء وجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. من العلماء من صرف أنها خاصة بأصحاب النبي، حيث أنه لا تجتمع كلمتهم إلا على حق. ولكن مهم جدا أن نعلم في الأمر العام العادي، إذا صلح ما بينك وبين الله وضع الله محبتك في قلوب الناس حولك، حتى ولو كانوا أعدائك. ممكن تصل إلى مرحلة إن حبك أو حبك بين الناس يصل أن يحبك أعداؤك، هذا يجب أن نصل إليها إذا استطعنا. لكن انظروا، سأبين، أنا لا أستطيع أن أحصي، لأن أن أحصي أسباب حب أصحاب النبي للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لازم أن يفرض له كتاب مستقل، حتى تعلموا كيف كان يعامل أصحابه حتى أصبح حبه في شغاف قلوبهم، يسري في عروقهم كالدم، وكان بالنسبة لهم كالروح بالنسبة إلى الجسد. هناك أسباب كثيرة. أول هذه الأسباب أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه من الخلال الحميدة ما تفرق في الناس، اجتمعت كلها مع بعضها مجسدة في شخص واحد. وكما قلت، لقد أبلغت وبينت السيدة عائشة عندما اختصرت قولها في وصف خلقه أن خلقه كان القرآن، أن خلقه كانت، سئلت عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. فاجتمعت فيه الشمائل كلها، كل الشمائل اجتمعت فيه مما يتفرق في الناس. قد تجد إنسانا شجاعا ولكنه
ليس له في معرفة وفراسة أحوال الناس شجاع، أو تجد إنسانا سخيا ولكن علاقاته بالناس ضعيفة، أو وهكذا تجد الإنسان يتميز في شيء ويضعف في آخر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام وصل في كل خلق على حدة إلى مستوى الكمال البشري، أعلى مستوى الكمال وصل إليه في كل خلق منفرد، في الشجاعة، في الكرم، في العفو، في التواضع، في كل شيء، قل ما شئت، في الذكاء، في العقل، في العلم، في كل واحدة منفردة وصل فيها صلى الله عليه وسلم إلى مستوى الكمال، حتى لا يستطيع أحد أن يباريه في ذلك، لا يستطيع أحد أن يباريه في ذلك ممن ضرب بهم الأمثال في الشجاعة، في الكرم، في غيره، لا يصل إلى ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. والرجل إذا اجتمعت فيه حتى بعض، ولا أقول كل، بعض الخلال الطيبة أحبه الناس لها. إنسان لو عرف عنه الكرم يحبه الناس حتى ولو لم يستفيدوا منه، وهذا طبعا إذا كان الإنسان سوي الفطرة. الإنسان لما يكون سوي الفطرة وهوش خبيث الطوية، يعني عندما يعلم عن خلق طيب في إنسان يحب صاحب الخلق حتى دون أن يعرف، دون أن يعرف من هو، دون أن يكون له مصلحة معه، لمجرد أنه يعرف كذا. النبي لم يقابل حاتم الطائي، لم يقابله، ولكنه يعلم أنه كان من أكرم العرب. فلما دخل عدي بماذا استقبله؟ استقبله فقال أهلا بابن أكرم العرب، يعني أعلى منه، هو لسه ما أسلمش، عدي لم يسلم. والعدي لما دخل على النبي بأنه كان قاصد، يعني كان لابس صليب كبير كده يعني على صدره، يعني أنا مسيحي، يعني خد بالك مني، مش جاي عشان. لكن لما استقبله قال أهلا بابن أكرم العرب. وقيل أن ابنته، ابنة حاتم، وقعت، قال أطلقوها لأبيها، لما وقعت في الأسقى أطلقوها لأبيها، أطلقوها لكرمه، كان يقدر الخلق. هكذا النفس البشرية السوية تقدر الخلق فتحب صاحبه. إذا كان إنسان شجاع، كريم، متواضع، حليم، إذا اشتهر فيه هذا الخلق أحب صاحب النفس السوية صاحب هذا الخلق. النبي اجتمعت فيه المكارم كلها، كل المكارم اجتمعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مما جعل أعداءه يحبونه لهذه المكارم كلها. فهو المعروف بينهم حتى قبل البعثة بالصادق الأمين، ما عهدوا عليه الكذب، ما عهدوا عليه الخيانة، ما عهدوا عليه الفجور، ما عهدوا عليه أي شيء، كان صفحة نقية بيضاء قبل البعثة وبعدها، ولذلك لم يستطيعوا أن يقولوا فيه شيء، لم يستطيعوا، وكانوا يحبونه مع كل ما كان منهم معه، كانوا يكنون له الحب والتقدير والاحترام في مواقف كثيرة، يعني ليس مجالها أن نذكرها الآن. أنا أريد أن أركز على بعض الصفات التي كانت مدخلان لحب أصحاب النبي للنبي صلى الله عليه وسلم. أول هذه الصفات ونتعلمها، إحنا يجب أن نتعلمها، أنه صلى الله عليه وسلم كان إماما في الزهد في الدنيا وما في وفيما في أيدي أصحابه. والثانية في غاية الأهمية لحب الناس لك، لأن صحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أجمع بين حب الله وحب الناس، شايف أنها صعبة، يعني يوفق، يعني إذا أرضى الله قد يغضب الناس. تعرف في بعض الناس لما يقول قول الحق، الناس ما تحبش واحد يقول الحق بالحق، ولكن قول الحق محبب إلى الله. فبيسأل النبي يقوله كيف، في حاجة إذا أنا عملته أخذ الحب الإلهي وحب الناس مع بعض، يعني في حاجة؟ قالوا نعم، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، ما تتطلعش بعينك لما في أيدي الناس، لا تسأل الناس أشياءها، لا تطلب من الناس، إذا كنت تكتفي وغني عن الناس يحبك الناس. من فقه أحد المتصوف العارفين، كان رجل من
متصوف العارف، كان يلبس ثياب فاخرة. فقال له أحد المريدين: كيف أنت تبقى إمام في التصوف وتلبس ثياب فاخرة؟ وطبعا هو تلميذه ده لابس ثياب إيه؟ يعني عشان تليق بالتصوف، مهلهلة وكذا وكذا. شوفوا الفقه بتاع الرجل. قال له: ثيابي هذه تغنيني عن الناس، وثيابك تقول للناس أنك تحتاج إليها. لا معنى ذلك يا أخي، يعني بقول له أنا عايز أقطع أي شك عند الناس في أني محتاج إليه، فلازم أظهر في مظهر الغنى، لأن مظهر الغنى يجعل الناس تعتقد أنك لا تحتاج إليه. لكن إذا رأوك قد يعتقد أحدهم أنك فعلتها تدينا، ولكن الغالبية ستعتقد أنك لبستها فقرا وأنت كأنما تسألهم أن يساعدوك. قال: ثيابي تقطع الطمع في الناس وتجعل الناس ينظرون إلي أني في غنى عنهم، وثيابك قد تجعلهم يظنون أنك في حاجة إليهم. الناس لا تحب من يحتاج إليهم ومن يسألهم أموالهم ومن يسألهم حاجاتهم، لا تحبه وتميل عنه وتشيح عنه. ولذلك شوفوا القرآن الكريم في دقة تعبيره، ودي طبعا في الزكاة، عندما يسأل الفقير المحتاج الغني أن يعطيه، أول شيء بيحدث من الرجل إذا ما كانش كريم أو كان ممن يمنع حق الله في ماله، أول شيء بيحدث بيعبس وجهه، ثم يندار بجنبه إليه، ثم يعطيه ظهره، ثم ينصرف فلا يعطيه شيء. شو القرآن بيقول إيه؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بهم، أول شيء يتمعر بالإنسان وجهه، فتكوى به جباههم، وبعدين الثانية وجنوبهم، والثالثة وظهورهم، بنفس الترتيب اللي بيعمله الرجل الذي يمنع حق الله، نفس الترتيب بالضبط. فالناس تكره أن يسألها الناس أشياء. النبي جمع بين الاثنتين، بين زهد الدنيا والزهد فيما في أيدي أصحابه. لم يعرف عنه أنه نظر إلى ما في أيدي أصحابه نهائيا ولو كان محتاجا. كان يأكل من عمل يده، وكان أحيانا، ونحن نعلم ذلك والحديث مشهور في البخاري، أنه قد يقترض لطعامه من غير المسلم ولا يقترض من أصحابه. واحد يقول: طب كيف النبي اقترض من يهودي في المدينة مثلا، اقترض منه وجاء وقال له: انت بني المطلب قوم مطل، انت لم تعطيني حقي، انت عليك دين لي. كلم النبي بهذه الوقاح. طب والنبي هل ليس عنده عبد الرحمن بن عوف؟ هل ليس عنده عثمان بن عفان؟ هل ليس عنده صحابة يعطوه أرواحهم مش أموالهم؟ ليه يأخذ من هذا اليهودي؟ تعرفوا ليه؟ لأنه عارف أن اليهودي سيقاضيه، سيأخذ حقه منه، لكن لم يلجأ أن يأخذ من أصحابه، لأن أصحابه احتمال لا يرفض أن يأخذ منه ويجعلونه هدية أو عطية، وهو لا يريد أن يأخذ منهم شيئا، لا يريد أن ينظر إلى أمواله، ولذلك أحبوه لأنه زاهد في أمواله، وقبل ذلك كان زاهدا في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم ما بات يوما وعنده زائدا شيئا زائدا عن طعام أهل بيته، كان يحب دائما يتخلص من كل زائد عنده. وكان يمر عليه الهلال والهلالان والثلاثة، كما قالت سيدة عائشة: لا يوقد في بيوت النبي نارا. يعني ايه لا يوقد في بيوت؟ يعني فيش طهي طعام نهائيا. قال لها سيدنا عروة: كيف كنتم تأكلون؟ كيف كنتم تأكلون؟ قالت: كنا نأكل الأسودين، التمر والماء. تمر وماء ثلاثة أهلة؟ نعم ثلاثة أهلة، ليس عند النبي إلا التمر والماء، بل قال ابن مسعود: التمر اللي كان عند النبي كان اسمه الدقل. الدقل ده التمر الرديء، تمر من أرضأ ما يكون، كان ده اللي يبقى عنده. قال: وما ملأ النبي منه بطنه أبدا. يعني حتى التمر الرديء ده ما كانش عنده كفاية يشبعه صلى الله عليه وسلم، كانش عنده كفاية يشبعه. شوفوا انظروا إلى أي حد. زي سيدنا علي لما رآه في ذات يوم جائع، كان ذهب إلى أحد اليهود واستأجر نفسه ليلة كاملة يحمل الماء من البئر على بعض التمر، أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل معه.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان زاهدا. كان لما يجي أحد أصحابه يشتكي له الجوع يقوم رفع ثيابه عن بطنه فيجد الحجرين على بطنه من شدة الجوع. لماذا؟ لأنه لم ينظر إلى أموال أصحابه. مش مثلا عندنا عثمان كريم وغني خلاص بيبقى بالنبي عليه الصلاة والسلام كل ما يحتاج يا عثمان يا عبد الرحمن يا فلان، وهم كانوا يتمنوا ذلك، لكن ما كان ينظر إلى أمواله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر صفة وضعته في قلوب أصحابه زهده في الدنيا، كان كواحد منهم يلبس ما تيسر ويأكل ما تيسر، وإذا لم يجد طعاما قال اللهم إني صائم، وكان لا ينظر إلى أموالهم بل كان يدعو لهم بالبركة في أموالهم. ما سأل النبي قط مال أحد إلا لله، يعني يندبهم إلى الإنفاق في سبيل الله أو الزكاة المفروضة، وكانت تعطى للفقراء ولا يأخذ منها شيء، لأن الصدقة كانت محرمة على محمد وآل بيته. انظروا يا إخوة، حتى الصدقة، يعني فقراء أهل البيت، فقراء المسلمين كلهم، الفقير منهم له حق في الصدقة في الزكاة يعني المفروضة، يأخذ من الصدقة. يقوم النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو المسؤول عن الصدقة يوم يحرمها عليه وعلى آل بيته، وآل بيته دي تشمل مين؟ كل بني هاشم وبني المطلب كلهم حرموا الصدقة، بل حرموا أن يعملوا فيه. حرموا الحارث، قيل لما سأل سيدنا علي قال له اسأل النبي شغلني فيه من العاملين، يعني من العاملين على الصدقة، قال له لن يعطيها لك، مش هيشغلك في الصدقات لأنك من آل البيت. قالوا احنا لما نفسنا عليك ان زوجك ابنته، يعني احنا ما بنحسدك انه زوجك ابنته، اسألوا انه شغلني في الزكاة، قالوا لن يعطيك اياها. سيدنا علي كان فهم الفقه فيه، فلما قال النبي لا تحل الصدقة ولا العمل فيه لمحمد وآل بيته. شو الحرمان كامل، حرمان كامل لا يحق لهم. ولما رأى الحسن ذات مرة في فمه تمرة شك انها من الصدقة، فوضع أصبعه مع حبه الشديد وعطفه الشديد، هو الذي ظل ساجدا فترة طويلة حتى شك أصحابه في طول سجوده، ولما رفع من سجوده وسألوه عن سر هذا التطويل في السجود قال ارتحلني ابني، الحسن كان على ظهري ولم أشأ أن أعاجله. شوفوا الرحمة لحد فين، شوفوا حبه للحسن أديه، ومع ذلك لما رأى في فم الحسن تمرة وضع أصبعه، لم تأخذه به حتى الحنان المعروف عنه مع الحسن، وضع أصبعه في فمه واستخرجها من فمه وقال لا تحل الصدقة لمحمد وآل بيت، ما ينفع تأكل منها، ثم انتزعها من فمه صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم زهد في الدنيا وزهد فيما في أيدي الناس. جربوا كده، جربوا في حياتكم تزهدوا فيما في أيدي الناس وانظروا كيف سيحبكم الناس، وجربوا تسألوا الناس، الحبيب القريب سيبتعد وتصبح عليه كالجبل عندما يقابلك إذا سألته شيئا من متاع الدنيا. فاستغنوا عن الناس يحبكم الناس، استغنوا عن الناس يحبكم الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أزهد الناس في أمر الدنيا وفي أمر أصحابه. الأمر الثاني شديد الشفقة عليهم، شديد الشفقة عليهم. لقد جاءكم رسول، شو القرآن بيقول، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعز عليه العنت، يعز عليه المشقة تقع عليكم، لا يحب أن تقع عليكم المشقة أبدا، ولذلك كل أموره كانت على التيسير، وكان يتفاعل مع أي مشقة تنزل على أي إنسان ويتألم لأي شيء. زار سعد بن عبادة ووجده مريضا مرضا شديدا، فلما رأه بكى قال يا رسول الله أتبكي؟ قال نعم، إنها رحمة، رحمة. لماذا؟ لم يستطع أن يرى صاحبه يئن في مرضه، يزور سعد بن أبي وقاص فيجده مريضا،
فيجلس عنده ويدعو له، يدعي له أن يشفيه الله. وسعد يعدها من مناقب سعد إن النبي يجلس خصيصا له ويدعو الله له أن يشفيه. حتى سيدنا سعد كان جزع شوية بيقوله أراني أموت في هذا، قال ستعيش، لا تقفش أنت لسه قدامك شوية. وكان يدعو له بالشفاء، يدعو له بالشفاء، كان يتأثر بأحوال أصحابه. سيدنا جابر كان عنده دين ثقيل، دين والهموم ركبته، فيجلس في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يراه في غير وقت الصلاة، يقول ما الذي أجلسك؟ يقول له هموم لزمتني يا رسول الله، ودين، دين أهمني وهموم لزمتني. فيعلمه النبي اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، ثم لا يتركه إلى أحد، بل يذهب معه إلى مكان حائطه فيدخل فيه ويدعو له بالبركة حتى يستطيع أن يسدد ديونه. فاعل، كانش يترك واحد كده مهموم أو مغموم ولا يتفاعل معه أبدا، فكان دائما حريص على أصحاب. خذوا بقى في الفتاوى، هذا يعني مما الرجل جاء إليه، وقع على امرأته في نهار رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن، هذه مش في إيد النبي عليه الصلاة والسلام، قال له حرر الرقم، قال لا أملك، مش عندي رقاب، قال له إذن تصوم شهرين متتابعين. قال له هل أوقفني أمامك يا رسول الله إلا الصوم؟ واني لو كنت أقدر أصوم شهرين متتابعين كنت صبرت في رمضان. قال له إذن تطعم 60 مسكينا. قال والله لا أملك أن أطعم مسكينا واحدا، ما في عندي شيء. شو الرحمة، والله ده لو واع من مفتيين اليوم لخرجوا من الإسلام، لكن شوفوا الرحمة بتاعتنا. قال له اقعد اجلس اما اشوف المهم. فجاء النبي إليه طمر للصدقة، قال أين الرجل؟ فين الرجل اللي كان بيسألني الآن؟ قال ها هو يا رسول الله. قال له تعال خذ من هذا الطمر واذهب إلى فقراء المدينة فأطعم 60 مسكين. قال له والله يا رسول الله ما بين لابتيها أفقر مني، أروح لمين أنا؟ أفقر واحد فيهم. فضحك صلى الله عليه وسلم، قال خذه وأطعم به أبنائك. الرجل رايح في كفارة، عايز يشوف حل توبة، يعني يرجع بالطمر يطعم أبنائه، عايزين ايه أكتر من كده؟ شوف كان بيتفاعل، يتفاعل رجل. أنا ذكرت في الخطبة الماضية الرجل كان بيضحك، هذا الرجل كان دايما يتفاعل، كان بيتفاعل مع أصحابه. النعيمان الأنصاري، أبو النعيمان الأنصاري كان بيضحك النبي عليه الصلاة والسلام، كان دائما يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي كان يتقبل منه ذلك، يهدي له الطعام، يروح يعطي النبي طعام، يقول له يا رسول الله هذه هدية مني لك تأكلها، ده يعني هذا طعام جيد أنا أهديته إليك. بعد ما النبي يأكلها على أنها هدية، يجي النعيمان ومع صاحب الإيه الطعام دي، يقول له يا رسول الله أدي إليه التمن. يقول له يا رجل ألم تعطيه لي هدية؟ قال له لا أملك تمنه، أنا حبيتك تأكل منه لأنه لجيته حبيت أنك تأكل منه. فيضحك النبي ويعطي للرجل الثمن، إلى أن قال له أصحابه وأعربي مع النبي صلى الله عليه وسلم وناقته في الخارج، قال والله قرمنا اللحم، إحنا بقالنا أشهر لم نأكل اللحم، اعقر الناقة هذه خلينا نأكل للنعيمان، هذا الوحيد اللي قالوا ده الوحيد اللي النبي هيقبل منه أي شيء. فعقر الناقة وذبحوها وكذا، طلع الرجل الأعرابي يصرخ يا محمد الناقة، فذهب فسألهم فقالوا النعيمان، النعيمان اللي عمل، ذهب وأخذ واحد منهم وذهب يسأل أين النعيمان، فوجده في بيت أم الزبير بنت عبد المطلب ضباع ونازل تحت الجريد كده وفي التراب بيدار من النبي عليه الصلاة والسلام. فأخرجه النبي، قال له ما الذي دعاك أن تفعل ذلك بناقة الرجل؟ قال هذا الذي دلني دلك عليه، الجاسوس اللي جابك عليه هذا هو اللي أمرني بعقرها. فمسح التراب عنه وعن وجهه وضحك، قال كلها، ثم أعطى للرجل الأعرابي ثمنها. أمور ببساطة، شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتفاعل معه، بيعيش فيه، ما كانش لا يؤنب ولا كان رحيم عندما يتعامل معه. بالله عليكم هذه التصرفات لو تصرفها أي إنسان مش النبي، يحبه الناس، يحبه أصحابه، لأنه كان بيتفاعل معه، يتفقد أموره
ينظر إلى الذي يراه مغتما لا يتركه، لا يتركه حتى يعرف سبب ذلك. إذا رأى إنسان يجلس في مجلس لا بد أن يعرف ما الذي به وما الذي أهمه، وبعد أن يعرف لا يتركه حتى يساعده على الخروج من أزمته ومن المشكلة التي هو فيها. لذلك وضعوه في شغاف قلوبهم، فهو هو لم يكن يطمع في أموالهم ولم يترك واحدا في أزمة إلا وأخرجه منها. يجمع بين الاثنين مع كرمه الزائد، كان كريم. لا انظروا النبي عليه الصلاة والسلام يهدى إليه شملة، يعني زي حطة كده كانت عهدته إليه، قالت يا رسول الله أريد أن أكسيك هذه الشملة، عايز أكسيك إياه شكلها طيب، والنبي كان في حاجة إليها كانش عنده ثياب، فرآها صحابي عليه قال يا رسول الله أكسنيها، فأخذها النبي وأعطاها، لم يتردد، لم يقل له لا أحتاجها ولا ده، وممكن يتحجج يقول هدية، العود صاحبة الهدية تزعل لو أن ادتها لك، لا ولم يتردد، أخذها ثم أعطاها إياه. الصحابة لم يعجبهم هذا التصرف من الصحابي هذا، قالوا يا رجل لماذا تأخذها وتسأله إياه وأنت تعلم أنه لن يسأل شيء إلا وأعطاه. شوف الصحابة كانوا يعرفوا عنه جدا أنه لا يسأل شيء إلا وأعطاه على طول، إذا كان يملك مباشرة يعطيه، وأنت تعلم أنه في حاجة إليها، هو ما عنده، يعني جاءت هذه هدية من امرأة فهو لا يملك. قال الصحابي والله أنا كمن لا حاجة، أنا أيضا لا حاجة لي بها، ولكني رأيتها عليه فطمعت فيها أن تكون وجاء لي من النار، أن تكون حماية وحجابا لي من النار، عايز أحطها كده ووصي أنها تدفن معي. بس النبي صلى الله عليه وسلم مجرد قال له أعطاه إياها مباشرة، كان لا يتأخر، فكان كريما مع أصحابه، وكان زاهدا في أموالهم، وكان مشاركا لهم في أحزانهم وأطراحهم وفي كل شيء. قال سيدنا علي يصفه، قال يحضر جنائزنا ويصلي على ميتنا ويدعو لمريضنا ويغزو معنا ويعيش معنا، حياته كلها كانت في وسطنا، بيشاركنا كل شيء، ما في مناسبة فرح طرح إلا وهو فيها، لا يتأخر عنها، هكذا كان. إذن هذه صفتين في غاية الأهمية، أو الثلاث صفات دول، أنه كان زاهدا في الدنيا كلها، وكانت بيوته من أبسط ما يكون، وكان زاهدا فيما في أيديهم، مشاركا لهم في آلامهم وأفراحهم وأطراحهم، متأثرا بما ينزل بهم، جوادا معهم لا يسألوه شيئا أبدا، يملكه إلا أعطاهم إياه، صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما قلت لكم أحواله مع أصحابه كثيرة جدا جدا، من أكثر ما يمكن، يعني تحتاج إلى يكتب فيه كتابا كاملا، لماذا أحبوه، فقط لماذا أحبوه، مش لمجرد أنه نبي، هو طبعا كونه نبي كما قلت أنا خلصت من هذه الحكاية، حبه دين، بل هو العمود الفقري للاعتقاد، لكن صفاته كانت من أكبر الماء الذي يسقي هذا الحب ويمكنه من قلوبه. أختم بعلاقته صلى الله عليه وسلم بأولادهم، ودي مهمة جدا، عايز رجل يحبك حب شديد، عامل ابن كويس، عامله معاملة كويس، لما تقابله امسح على رأسي قل له كلمة طيبة، لو شافك أبوه أو أمه يحبونك حبا شديدا. وإياك، خذوا بالكم النقطة دي مهم جدا، إذا اشتكى أب ابنه، يعني أب جي أمامك كده وقال لك الولد ده والله مغلبني، ده واد صفته وكذا وكذا، أب اللي بيتكلم، لا تجاريه، بعد ما تروح سكرته هيزعل منك،
ما تقولوش ده ولد فعلا ما يستاهلش، مش عارف كده عايز اطمر رقبته مثلا يعني، ها هيزعل منك. لا تجاريه. ذكر الامام ابو حامد وهو يدلل على ذلك ان الاب او الام لو قالت شيئا غير طيب في ابنها او بنتها لا تجاريه، لانه هو يقول بس ما يحبكش تقول على ابنه، حبكش حبك تقول كل تقول له لا 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 انت غلطان، ابنك ممتاز، ابنك هيحملها لك وهيحبك. اعتقد هذه فطره، فطره بشريه. الامام ابو حامد بيذكر ان سيدنا علي مره تكلم عن الحسن، انا لا اؤمن ان الحسن كما يقول كان مزواجا، مش هذا كلام من الصحيح، لكن روى هذه الروايه، قال يعني ما لا تطيع الحسن في موضوع سيدنا علي اللي بيتكلم. فقال قام رجل من همدان قال يا أمير المؤمنين والله إن بيوتنا له مفتوح يأخذ ما يشاء، لأنه ابن النبي بينظره من الناحية دي يعني، يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء، يعمل اللي هو عايزه. فشوف سيدنا علي اللي كان بيحذر منه بيقول إيه، لو كنت على باب الجنة أعجب من كلام الرجل، يتكلم على ابنه الحسن، قال لو كنت على باب الجنة لقلت ادخلوا همدان بسلام. فاستدل بها أبو حامد قال إذا تكلم الرجل في ابنه فلا تجاروه، ولكن دائما عاملوا أبناءهم معاملة طيبة يحبكم آباؤهم. دي هذه قاعدة اتعلمها يعني. النبي في تعامله مع أبناء الصحابة فوق الوصف. مرة يعقد لهم مسابقة، يقولون الذي سيصل إلي قبل الآخر سأعطيه كذا، يأتوا مسرعين كله عايز يفوز بالجائزة، فينهالوا على النبي فلا يرى النبي منهم، كلهم يبقوا فوق الناس، والنبي يضحك ثم يعطي الجميع. سيدنا أنس يقول رأيته وهو يداعب عمير أخوه الصغير، كان له نغير كده عصفور صغير بيلعبه والعصفور مات، فكان دايما يبكي ولد طفل، والنبي يمسح على رأسه ويقول له يا أبا عمير يا أبا عمير، كان بيكنيه طفل بيكنيه بيقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، انت زعلان على النغير، وظل يكررها عليه كلما رآه، كل ما يشوف يمسح على رأسه ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، ما ولد لأحد منهم مولود إلا حمله إلى النبي فيضمه النبي إليه ويشمه ويحنكه ويدعو له. أي ولد في المدينة يولد لأي صحابي النبي يعمل معاه كده، ياخده ضمه إليه ويشمه ثم يحنكه بنفسه، يضع أثار التمر في فمه ثم يدعو إليه، يدعو له بالبركة وأن ينبته الله له نباتا حسنا. ما من مولود إلا ويفعل معه ذلك. تأتيه الجارية من أبناء المهاجرين أو الأنصار وتريد شيء، أي شيء تريد النبي يقضي معه، قال كانت في الحديث البخاري تأخذ بيده، جارية صغيرة طفلة صغيرة من أبناء الأنصار تأخذ بيده فيقوم معها ثم يمشي معها إلى أن يقضي لها ما تريد، قال لا ينزع يده قبل أن تنزعها، ما ينزع يده من إيدها أبدا حتى هي تنزع يدها. شوف كان بيعامل الأطفال، أطفال أبنائه، هم كانوا الصحابة يشاهدوا هذا بأنفسهم كيف يفعل مع أطفاله ويتشفع له. الولد الذي يخطئ خطأ ويخاف من أولاد من أبيه يذهب للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يذهب معه طفل. النبي الذي مشغول بالأمة كلها والذي ينزل عليه الوحي والذي منط به أن ينشئ أمة من العدم، يأتي طفل يأخذ النبي يشفع له عند والديه حتى لا يعقل، يذهب معه ويشفع له. انظروا إلى أي حد كان صلى الله عليه وسلم. فتعامله مع أبنائهم هذا كان يجعله في قلوبهم. وأنس نفسه، سيدنا أنس نفسه أول ما دخل النبي المدينة جاءته أم أنس قالت له هذا أنيس، تصغر اسمه يعني طفل صغير، ادعو له يا رسول الله، ادعو له. فيدعو النبي لأنس بطول العمر، وحتى لما يدعو أدعي أحباء الآباء، ما هو الإيمان والإسلام مضمونين إن شاء الله، هذا صحابي هينشأ في وسط الإيمان، يدعو له بالإيمان وأنه يبقى علامة ولا كذا. دعا لأنس بحاجتين أحبتهم الأم جدا،
قال دعا له بطول العمر وكثرة المال، دعا له بطول العمر وكثرة المال. آخر صحابي مات، مات ما يقترب من بين 95 للـ100 سنة. أنس أصابته دعوة النبي، هو كان دايما يقول أصابتني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومات وعنده مال كثير وحدائق لا حصر له، ورأى من أبنائه وأحفاده 120. ما مات إلا ورأى من أبنائه وأحفاده 120. أصابته دعوة، كان يدعو لأبنائه، فعلاقته بأبنائهم جعلت قلوبهم تهوي إليه. فأرجوكم وإحنا في المسجد تشوف ولد من أول اعتبره ابنك، بدل ما تنزل على الواد تضربه أو تعلي صوتك فيه تخلي الواد يرعب أو كذا، إذا رأك أباه مش هيحبك، حتى لو كان الواد عامل مصيبة هيكره وممكن يدعي عليك. لما تشوف طفل اعتبره ابنك، اربط عليه، امسح على رأسي، علم، قول له يا بني كذا بلطف أكنه ابنك بالضبط. وإحنا الحقيقة أبناء المسلمين أبناؤنا، ليش إحنا بنفرق بين أبنائنا وأبناء الناس؟ لكن لاحظوا، الآباء لا يحبون من يجهل على أبنائه، فلا تجهلوا على الأولاد، خاصة في معاملة المسجد. مساجدنا في الغرب مفتوحة لأبنائنا، بيتعلموا فيها، فإياكم أن تفعلوا معهم شيء، علموهم، أدبوهم، ساعدوا على تربيتهم بالحب، بالحنان، باللطف، كونوا أرقاء. مش عايزين نطرد الأولاد من المساجد، الحمد لله أنهم في المساجد. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاقتداء والأسوة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعله قرة عيوننا، وأن يجعله لنا دليلا دائما إلى الخيرات، وأن يجعلنا على صراطه وعلى طريقه، وأن يجعلنا على سنته. إنك يا مولانا على كل شيء قدير، ارزقنا حبه وحب من يحبه وحب الصالحين من عبادك، وضعنا في قلوب الصالحين من عبادك، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. نسألك في هذا الوقت الطيب المبارك، وفي هذه الجمعة المباركة، وفي هذه الساعة المباركة، أن ترفع الهم والغم عن المسلمين جميعا، ارفع الهم والغم عن المسلمين في كل مكان، في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل مكان يستضعف فيه المسلمين، وحرر أقصانا، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. وارفع هذا الهم والغم عن إخواننا في غزة، واحقن عليهم دماءهم. وإنا نسألك في هذا اليوم، أما من أرادهم بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادهم بسوء من عرب أو عجم فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. قوموا إلى صلاتكم.